تشويت اخويا ضحك تشويت انا باغا ولدي انا مسعود انا باغا ولدي انا ديك ولدي 14 عام هادي ما شتو هادك اللي جاتني اخبارو انا مشتاقة وليدي رانا محشاه محشاه وليدي واليوم بغيت الحقوق تاع ولدي باغا الحقوق تاع ولدي وباغا ولدي يدخل ليا المغرب رانا محشاه اختي رانا محشاه عاش سيدنا عاش محمد السادس رانا باغا وليدي قتلوه ليا البوليس تاع الالمان محنوه ورشوه بالغاز انا طالبة العدالة تاع ولدي انا جبت قرطاسات ضربوه بالقرطاسات كان يتهلا هو اللي كان يتهلا فيا ومن اللي مرض ما بقاش ولدي هو البكر ديالي على حسابش هو اللي كان فتح لي عينيا ما كان ما تنشوفش انا باغا العداله تاع ولدي انا باغا العداله تاع ولدي انا بغيت ولدي يدخل المغرب انا ولدي 14 عام هذا ما شفتو ومحشاه وعتموني فيه اشنو اللي دار لهم هو اللي عدي هو اللي عدي رداوني فيه علاش علاش قتلوا لي يا ولدي علاش داروا لي الولد هذيك القصه عاش محمد السادس عاش سيدنا انا باغا العداله تاع ولدي ما علاش هما يدخلوا عندنا ويدخلوا لبلادنا ويدخلوا لبلادنا ما تنقتلوهمش تنوكلوهم تنشربوهم تنتهلاو فيهم في بلادنا في المغرب وما ندوش معاهم انا باغا العداله تاع ولدي واليوم انا باغا ولدي انا باغا ولدي يدخل لي المغرب نشوف ولدي 14 عام هادي ما شفتو 14 هو اللي مهلي فيا انا اللي ما تنشوفش عيب الله تنشوفش قرحوني في ولدي وشوني في ولدي البوليس اللي حبسوا على ولدي علاش حبست عليه خمسه تاع الناس حبست عليه علاش اشني السبب بغيت نعرف اشني السبب اشني السبب يضربوه الرجل يضربوه الدراعو لا دار شي حاجه هرسوه الى خون ولا دار شي حاجه يهرسوه ما دار والو انا محشه ولدي انا محشه ولدي ما عرفتش باقا ما عرفاش اختي العزه باقا ما عرفاش جاتني على الخبر ما عرفناش علاش عاش سيدنا الله يخلينا سيدنا اليوم انا طالبه العداله وجيبوه لي هنا ندفنه انا بغيت وليدي باش الهلوبه تبرد ليا انا بغيت ولدي باش الهلوبه تبرد ليا انا ما عنديش باش نجيب ولدي انا تنطلب المغاربه اللي كاينين تم انا تنطلبهم وقفوا لي من جيت ولدي انا اللي بغيت المغاربه يجيبوا لي ولدي وبغيت ولدي باغا العداله تاع ولدي باغا العداله باغا العداله تاع ولدي بغيت ولدي انا علاش ولدي يموت اشني السبب ولدي تيموت بالعداله بقطع العداله العداله تاع ولدي ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.